الخير يا كيجي، معاكم من مدارس دار المعارف نوافذ رياضية كيجي وان. عد الأرقام معانا، 1 2 3 4 5. واحد واقف مظبوط، 2 بتبص عليه، 3 بثلاث سنون، 4 نص دايرة ونص دايرة، 5 كحكب سكر. نعد مع بعض الأرقام يا كيجي. لو أنا طلعتها على ايديا، لو طلعت على ايديا صباعين، 1 2، يبقى أنا معايا رقم كام؟ 2. يبقى معايا رقم كام؟ 2. 1 2. طب لو أنا طلعت على ايديا رقم 3، 3 صوابع، 1 2 3، يبقى معايا رقم كام؟ 3. بصوا، 3 سنون، 3، يبقى 1 2 3، يبقى ده رقم كام؟ 3. رقم 3 كي جي. لو انا عديت كام حاجات رقم 3، معايا كام دورة؟ ادي 1، معايا ميكي، 2، معايا بنوكيو، 3، يبقى معايا 3 اشياء، 3 حاجات، 1 2 3. لو انا جيت وصلت كي جي، احنا قلنا بنعد ونشطب عشان نوصل للرقم بتاعنا، نمشي بالترتيب لكل شكل هنعده. ادي 1 اهو بشطبه بالقلم صغير بحته صغيره كده، 1 2. فين 2 هنا في الارقام؟ ادي 2 نوصلها على طول. معايا كام هنا نجمه؟ نعد النجم، ادي 1، يبقى شطبت عليها شطبه صغيره كيجي. فين الواحد هنا؟ ادي 1 وصلناه. نعد كام سمايلز هنا؟ كام شكل بيضحك؟ 1 2 3، يبقى انا اوصل فين هنا رقم 3؟ اوصل برقم 3. معايا كتابة رقم 3 كيجي، انا معايا هنا 3 فلفل، 3، 1 2 3، طبق وطبق وانزل بيها كيجي، طبق وطبق وانزل بيها، تبقى 3 كيجي.